أهلا بكم مشاهدينا الكرام وجولة جديدة في عالم الصحافة المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. نبدأ هذه الجولة بالصحف المحلية ونقرأ من صحيفة الأهرام: 140 مليار جنيه للفئات الأولى بالرعاية وبناء شبكة لحماية الاجتماعية. وزير المالية: 5 ملايين فرصة عمل وفرتها المشروعات القومية وتراجع معدلات الفقر. وزير التعليم يؤكد لا عودة لنظام البوكلت بامتحانات الثانوية، وأن امتحانات الثانوية العامة 2021 ستعقد بالنظام الإلكتروني عبر التابلت. ومن صحيفة الجمهورية نطالع تنفيذا لتوجيهات الرئيس: استمرار الجسر الجوي لمساندة لبنان في مجابهة كورونا، 3 طائرات نقل عسكرية محملة بالأدوية والأجهزة الطبية والألبان لدعم الأشقاء، القوات البحرية المصرية ونظيرتها اليونانية نفذتا تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط. أما صحيفة الشروق فكتبت في عناوينها: بعد استقبال 3 طائرات تحمل مساعدات طبية من مصر، الصحة اللبنانية كنا في أمس الحاجة إليها. روسيا تعلن استئناف رحلاتها الجوية لمصر. تدشين المبادرة الشعبية لتعزيز العلاقات المصرية السودانية في القاهرة. الأوقاف: عدد المساجد التي دخلت الخدمة من جديد تجاوز 600 حتى الآن. من صحيفة اليوم السابع: الأوقاف تفتتح اليوم 52 مسجدا جديدا وصيانة وترميم 5 مساجد، انطلاق فعاليات ثاني أيام سباق الهجن بشرم الشيخ. السكة الحديد تدفع بقطارات إضافية للأقصر وأسوان بدءا من الثلاثاء لدعم السياحة. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 10 درجات. ننتقل إلى الصحف العربية، البداية بصحيفة الراي الكويتية: ضحية وعشرات الجرحى في عنف مرشح لفصول تصعيدية في طرابلس اللبنانية. القوات السعودية والأمريكية تجريان تمرينا جويا مشتركا، وحدات إماراتية تختتم تدريبات مع مشاة بحرية الولايات المتحدة. القاذمي يعلن مقتل نائب خليفة داعش، والبابا فرانسيس سيلتقي السيستاني خلال زيارته للعراق. من صحيفة الدستور الأردنية نقرأ: ارتفاع عدد المستوطنين في الضفة إلى نحو 500,000، وطقوس تلمودية بحراسة مشددة في باحات الأقصى. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقرر رسميا منع إدخال اللقاحات إلى قطاع غزة. رئيس وزراء الأردن يسلم رسالة خطية من الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس العراقي، ويؤكد وقوف عمان بكل الإمكانات إلى جانب بغداد لتجاوز التحديات وحفظ أمنه واستعادة دوره المعهود. من صحيفة الشرق الأوسط نقرأ: واشنطن تطالب روسيا وتركيا بالانسحاب فورا من ليبيا. الأمم المتحدة: تصاعد الأعمال القتالية في الحديدة يهدد آلاف المدنيين. أوروبا تسعى إلى دور في المفاوضات المحتملة بين واشنطن وإيران. اتفاق على إعلان الحكومة السودانية الخميس المقبل. من صحيفة عمان اليوم نطالع: إدارة بايدن تعلن عن تغييرات في سياستها الشرق أوسطية. الاتفاق النووي الإيراني وحرب اليمن أكثر الملفات إلحاحا. فقدان أثر مئات الروهينجا من مخيم اللاجئين في إندونيسيا. اقتصاديا: تقرير الاستقرار المالي العالمي يقول إن هناك بعض الأخبار السارة بمسار نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري. وإلى أبرز ما طلعتنا به الصحف العالمية، البداية بصحيفة جارديان البريطانية: قد تحلم بريطانيا من الحصول على ملايين الجرعات من لقاح فيروس كورونا بعد أن أعلنت بروكسل أنها مضطرة للاستجابة لنقص ناشئ في الدول الأعضاء. بايدن يلغي التعديلات التي أجرها ترامب على قانون التأمين الصحي. من صحيفة إندبندنت البريطانية نطالع: رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير
يقول إن الدول يجب أن تعمل معا في مجال اللقاحات داعيا إلى التعاون مع تصاعد الخلاف بشأن جرعات أكسفورد. شركة نوفا فاكس تعلن أن لقاحها ضد كوفيد-19 فعال بنسبة 89% في الوقاية من كوفيد-19. نقرأ من واشنطن بوست الأمريكية: زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني يمكث في السجن بينما يخطط أنصاره المزيد من الاحتجاجات. منظمة الصحة العالمية تقول إن العالم عالق في مفارقة الجائحة، حيث يجري سباق بين تحول الفيروس وإنتاج اللقاحات. بنتاغون يقول إن رفض طالبان الوفاء بالتزاماتها بخفض العنف في أفغانستان يثير تساؤلات حول جدوى انسحاب القوات الأمريكية. من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: وعد بايدن بإصلاح نظام الهجرة يثير الأمال في أمريكا اللاتينية. المحكمة العليا الباكستانية تبرئ المتهم الرئيسي بقتل الصحفي الأمريكي دانيال بيرل. جنرال موتورز تعتزم بيع السيارات عديمة الانبعاثات بحلول 2035. وبعيدا عن السياسة، نطالع من صحيفة ديلي ميل البريطانية موضوعا بعنوان: لقاح بخاخ بديلا للحقن. كشفت الصحيفة أن العلماء سيبدأون في اختبار لقاح يمكن إعطاؤه على شكل بخاخ للأنف بدلا من الحقن للحماية من فيروس كورونا، وقد يستمر لفترة أطول من اللقاح. ويستهدف اللقاح عن طريق الأنف الخلايا الأولية في الغشاء المخاطي المبطن للجهاز التنفسي، مما يزيد من فرص القضاء على الفيروس قبل وصوله إلى الرئتين. ونقرأ من صحيفة عمان: اليوم تلسكوب كيوبس يكتشف الرقصة الكونية لخمسة كواكب خارجية. كتبت الصحيفة نقلا عن دراسة حديثة أن التلسكوب الفضائي الأوروبي كيوبس كشف أن خمسة من الكواكب الخارجية البعيدة من المجموعة الشمسية تتحرك بطريقة منتظمة ومتناسقة، كما لو أنها تؤدي رقصة، وهي ظاهرة لم يسبق أن رصدت لدى النجوم التي يدعو تنوعها إلى مراجعة النظريات المتعلقة بتكوينها. ختام الجولة الصحفية، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.